بسم الله الرحمن الرحيم. إن القلب لا يدمى وإن الجرح لشديد وإن المأساة لا طامة وإن المستقبل مبهم، حالك مظلم مدلهم بغيوم لا معقول وسحب لا ممكن وتساؤلات عديدة تلوح في الأفق. الحقيقة إن الأمر أصبح الآن كارثي في هذه الأمة. كلنا نتكلم فقط، كلنا نتفوه بعبارات فقط. أليس فينا من رجل رشيد؟ أليس فينا من صفوة عاقلة متزنة؟ أليس فينا من صاحب قرار حليم حكيم عليم يتحدث فيسمع له يفصل في الأمر؟ أليست هناك من قوى عالمية في العالم؟ نعم، هناك من قوى كبيرة في العالم، ولكنها لا تفعل شيئا إلا وفقا لمصلحتها. وأقسم لكم كلهم لا يعرفون ولا يعلمون مصالحهم قط، ولا أستثني أحدا قط. وإلا ما كانت حدثت تلك المجازر عامة وعموما على سطح الأرض، بل وفي المنطقة الحيوية في العالم، منطقة النفط. إن النفط مهدد في العالم. الذين يريدون أن ينقلوا حقول النفط إلى تكساس وغيرها من عواصم الغرب لا يعلمون أن النفط في الأمة العربية مهدد، وهم مهددون. أقول بادئ ذي بدء إنني أشارك كل مصاب في حادث الكنيسة الكاتدرائية المرقصية في العباسية بالقاهرة، أشاركهم في مصابهم. كل من قتلوا غدرا وكل من جرحوا ظلما إنهم جميعا أبرياء، ودمهم في رقبة كثيرين، ليس في رقبة السيسي وحده ولا في رقبة النظام الأحمق وحده، بل هو وغيره في رقبة الأنظمة والنظم والقوى العالمية والعربية خاصة. أقول لكم ونحن اليوم الخميس، فجر الخميس، يوم 14 من يوم 15 من شهر ديسمبر سنة 2016، أنني تحرجت كثيرا أن أتحدث في هذا الحادث الأليم، لأنني إذا تحدثت فيه فسأتحدث فيه بشكل لا يعجب الكثيرين، وسيقوض علاقات بيني وبين كثيرا من الناس أو كثير من الناس، خصوصا بعض القيادات السيادية بعينها. أقول بكل إيجاز إن ما حدث في كنيسة أو في المرقصية الكاتدرائية المرقصية بالعباسية أمر خطير. هذا بداية الخطورة الحقيقية في مصر. ليست أحداث سيناء لا تقدر بجناح بعوضة أو بقيد أنملة أمام ما حدث يوم الأحد الماضي. لماذا؟ لم أتكلم لأنني أريد أن ألقي عن كاهلي الحرج في الحديث عن أمر الكاتدرائية المرقصية.
لم أتكلم لأنني لا أريد أن أجرح علاقتي ببعض المسؤولين أو بعض الشخصيات، ليس في مصر، في أماكن أخرى، ولكنني أريد أن أربط لكم أشياء خطيرة وأن أتكلم معكم بخطورة غير عادية بالمرة. الأمر الذي حدث أنه تزامن هذا الحادث مع تلك الحملة الشرسة الإرهابية التي مارسها بشار الأسد على حلب في سوريا، وتزامن هذا أيضا مع أمر خطير لم يلتفت إليه أحد. أنا لا أريد أن أتحدث أسبق الأحداث، لكن أنا أتحدث 1 2 3 4 ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة. يوم السبت الماضي في سرية تامة تم تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي عادل حبارة في سجن الاستئناف في مصر في سرية تامة. تم تنفيذ حكم الإعدام في عادل حبارة الإرهابي زعيم تنظيم القاعدة في مصر، قائد يعني من القادة، ليس الزعيم الأعلى، لكن أحد المسؤولين عن تنظيم القاعدة في مصر. وتنظيم القاعدة في مصر وداعش، هو داعش هي القاعدة والقاعدة هي داعش، لكن هؤلاء المجموعة أو الناس عملوا عمليات معينة في 2013. ليست هذه القضية الآن، المهم أنه تم إعدامه يوم السبت الماضي على مقتل 25 شخصية أمنية جندي في سيناء بحادث كبير إرهابي مروع وقتها. يوم الأحد 11، اليوم التالي مباشرة 11/12/2016 الأحد الماضي منذ 4 أيام يتم تفجير كاتدرائية القديسين في العباسية، الكاتدرائية المرقسية عفوا، الكاتدرائية المرقسية في العباسية. والكاتدرائية المرقسية نحن الآن في أيام أعياد بالنسبة للإخوة الأقباط في مصر والمسيحيين، وبالنسبة لكل العالم الغربي لغير المسلمين اللي هم النصارى بالذات، فهم الآن في أيام أعياد يتأهبوا للكريسماس ولمناسبات تخصهم، ونحن نحترم كل الناس وكل الديانات، ويجب أن نتعامل جميعا بهذا الحب، فلا خصومة بيننا وبين أي من الأديان، فكيف تكون هناك خصومة بين الناس وبعضها؟ هذه قضية أخرى. المهم يوم السبت تم إعدام عادل حبارة عضو العضو البارز في تنظيم داعش في مصر اللي هو بن قوسين، تنظيم القاعدة أيضا، بقايا تنظيم القاعدة الذين أصبحوا داعش. ثم يوم الأحد مباشرة يحدث عملية إرهابية أخرى مماثلة في الكاتدرائية المرقسية في العباسية في مصر. والرقم غريب، يعني عادل حبارة يفجر 25 إنسان من جنودنا الطيبين والمحترمين والغلابة والبسطاء في سيناء، ويفجر أيضا 25 واحد يتم تفجيرهم بعد إعدام عادل حبارة بساعات يوم الحد. ويوم الحد لماذا؟ لأنه يوم القداس المسيحيين في الكنيسة، ويوم الحد كانت الساعة 10:30 صباحا وتم التفجير. يوم الاثنين يخرج علينا المفتي عبد الفتاح السيسي تحت اسم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يفتي ويقول إن اللي عمل ده واحد اسمه فلان الفلان، وذكر اسما بعين، واحد عادي ملوش علاقة بتنظيم داعش ولا تنظيم القاعدة ولا أي حاجة. لكن يوم الحد في نفس الوقت لما راح وزير الداخلية للحادث عبد الغفار أفندي باشا راح أفتى هو كمان قرار آخر وقال الجماعة الإرهابية المحظورة الإخوان المسلمين هم اللي بيعملوا كده. وفي اليوم التالي فتوى جديدة مخالفة تماما أفتاها رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي.
ثم تحدث الطامة الكبرى في حلب والمجزرة العالمية في حلب التي جعلت من كل القيادات المسيحية حتى اليهودية تستنكر هذه المجزرة الكبيرة على أرض المسلمين بأيدي المسلمين. كارثة كبيرة في حلب. ثم تحدث عملية الكاتدرائية يوم الأحد، ثم يحدث كل هذا الوضع والزخم الكبير المتتابع، ثم تأتي الخاتمة ويعلن داعش مسؤوليته يوم الثلاثاء عن حادث أو مجزرة الكاتدرائية المرقصية في العباسية. 25 قتيل وأكثر من 41 جريح في إصابات خطيرة، بأمر من وبيد من وكيف؟ من فضلكم يجب أن ننتبه جميعا إلى أن المستقبل ليس طبيعيا. وأنا قلت يا أهل داعش، يا أيها الناس، ارفعوا أيديكم عن مصر، نحن أجدر أن نحررها من ألف سيسي وألف نظام، والسيسي لا يمكن أن يكون مسمارا في حذاء حسني مبارك. أنا قلت مرارا وأسقطناه أن حسني مبارك أقوى من فرعون موسى. أقسم لكم أن حسني مبارك أقوى من فرعون موسى الذي ادعى الألوهية، ومع ذلك أسقطناه في 25 يناير. لا أريدكم أن تفصلوا الحقائق والوقائع عن بعضها. في 1 يناير سنة 2011 تم تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية. يوم 1 يناير قبل ثورة يناير ب24 يوم. صحيح خرجت بعض الأصوات تقول إن حبيب العدل وزير الداخلية خطط لهذا بأمر أو بإيحاء من حسني مبارك لأجل زعزعة وضع وتراجع وضع البابا شنودة وقتها، والذي كان يظهر خصومة للنظام بقى في الأيام الأخيرة والأمطار الأخيرة. ثم تم تنفيذ عملية كنيسة القديسين لتهدئة المسيحيين، قال يعني تهدئة المسيحيين لما تقتل لهم كنيسة وتفجرها وتقتل الناس اللي فيها 25 واحد، انت كده هتهدي المسيحيين. رغم كرهي للحبيب العدل، ورغم كرهي لحسني مبارك، ورغم خروجي على حسني مبارك، ورغم انني احد الاباء الشرعيين الكبار لثورة 25 يناير، لان مقالاتي في صوت الامة لمدة 3 سنوات متتالية سبقت الثورة وسنة بعد الثورة دعت من الذي بعد الثورة، مقالاتي 2008 2009 2010 2011، 3 سنوات لأن الثورة في 25 يناير، 3 سنوات و25 يوم، مقالاتي الأكثر عنفا في تاريخ الصحافة المصرية. احنا ما بنقولش كلام من عندنا. كيف اشترى الرئيس قصر العروبة بنصف مليار جنيه، مقالاتي في صوت الأمة، إعدام الرئيس وحرمه. أنا أول صحفي على سطح الأرض أو في مصر وضع لحسني مبارك مشنقة في 2009 في عز حكمه، وموجود بيحكم في السلطة هو ومراته، كرسيين حسني مبارك وزوجته والمشنقة نازلة، وما كان أحد يتصور هذا ولا يحلم به. وكنت ما ببقتش في بيتنا، وكنت عايش في بيوت الناس وهارب باستمرار، ومقالاتي تنشر في صوت الأمة المصرية. ما كنتش بروح أقبض من الجورنال، كانت بتجيني فلوسي عن طريق وسيط عبر وسيط عبر وسيط عبر 10 وسيط. فالقضية ليست سهلة، الأمر ليس طبيعيا. الأمة تنجرف الآن نحو حرب عالمية ثالثة. الأمة فيها منابع النفط في العالم، كل النفط اللي في الخليج وفي الأمة العربية هو شريان الصناعة في العالم، هو شريان الحياة والتكنولوجيا في العالم. يجب عشان نتعامل مع بعض بيزنس بيزنس في المنتجات، عندكم ما ليس عند العرب، وعند العرب ما ليس عند الغرب،
ومصالح مشتركة تجمعهم وتجارات وتبادل منافع، يجب أن ترفعوا أيديكم جميعاً عن هذه الغطرسة وهذه الحباقات، وأن تقفوا وقفة غير عادية من هذا البشار الأسد السافل، وأن يخلع فوراً وأن يقتل ويحاكم على الأقل هو وأمثاله من الجزارين. الأمة العربية والإسلامية لن تقف متفرجة على ما يحدث في حلب. الأمة العربية لن تقف متفرجة على ما سيحدث في الموصل. الأمة العربية لن تقف متفرجة على ما يحدث في مصر. وأحذركم إن القادم أسوأ، واحتفالات الكريسماس بعد أسبوعين، وستكون هناك حوادث إرهابية في مصر متتابعة، سواء في كنائس أو في مساجد أو في غيرها. تنظيم داعش لن يتوقف، أكرر، تنظيم داعش لن يتوقف عن العقاب وعن بث السموم والحرب ونبش القبور ونبش وزرع المتفجرات ونهش العظام. الآن لا عصمت لأحد، يجب أن ننتبه. العالم العربي على حافة الانجراف نحو الهاوية، بل العالم بأسره على شفا حرب عالمية ثالثة قادمة. لن يكن هناك أحد في مأمن قط. أنا بقول عايزين نضيع الفرصة على كل اللي بينفخوا في النار. كثيرون بينفخوا في النار، وأنا حذرت وقلت لهم لا، ابعدوا أيديكم عن مصر، يعني خلوا مشاكلكم في مناطق أخرى، في بلادكم، في منطقتكم فقط، لا تنظروا صوب مصر. انتوا مش هتحرروا مصر، احنا اللي هنحررها من الإخوان ومن السيسي ومن غيرهم ومن على شاكلتين ومن كذابين السياسة، حتى كذابين السياسة زي البرادعي وغيره ومن على شاكلته. مصر ستتحرر وتعود إلى أبنائها، لكن مش بتنظيم داعش، ولا بتنظيم القاعدة يا أيمن الظواهر، ولا بتنظيم داعش يا لا مصر، لا مصر، لا حلب، لا الأمة العربية كلها، لا بشار يرتكب حماقات وجرائم، وخصومه يرتكبون نفس الجرائم. مش خصومه اللي في سوريا، لا، خصومه كبار الساسة، عبد الفتاح السيسي، فلان الفلاني، فلان الفلاني، أصدقائه، آل سعود. لا، الوضع في اليمن متفجر، الوضع في سوريا متفجر، الوضع في مصر سينفجر. مصر أكثر من ثلث العالم العربي، مصر أكثر من 90 مليون، أكثر من ثلث العالم العربي. لو انفجرت مصر هتنفجر المنطقة كلها اقترابا إلى انفجار العالم. أنا مش بقول كلام خبط عشوائي، أنا تكلمت لما الأمر وصل بهذا الشكل ولهذا الشكل، لأن أنا شايف الصورة هيحدث فيها إيه بعد أسبوعين. وتذكروا هذا الكلام بقوله النهاردة في منتصف ديسمبر 2016، لسه في أعياد كريسماس جاية، لسه في انتقامات ستحدث، لسه في مساجد وكنائس ستفجر. الأمر خطير، الأمر جلل، الأمر غير تقليد، الأمر ينذر بكارثة. يعني أتوقف عند هذا القدر، وأسأل الله العلي العظيم أن يلهم كل أهل هؤلاء الناس الصبر والسلوان، سواء في حلب أو في كنيسة أو كاتدرائية في العباسية. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.